حكم صلاة العشاء بعد الساعة 12 من منتصف الليل. جائز مع الكراهة. أما الجواز فلأن النبي قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما الكراهة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث أنه وقت العشاء إلى منتصف الليل، حديث عبد الله بن عمرو.